ليكو انترناسيونال. في الليكو انترناسيونال باش نبداو من مصر، وين التضخم ارتفع في شهر جوان اللي فات الى 36.8% ارتفاع بالنسبه للتضخم في شهر جوان لسنة 2023. كان قارنوا بمستوى 2022 لنفس الشهر، يعني شهر جوان، نلقاو اللي التضخم كان في 14%، باش تفهموا الفارق الكبير من عام الى عام بالنسبه لمستوى التضخم في مصر. أكثر سورس للارتفاع نتاع التضخم في مصر جات خاصة من أسعار الأغذية والمشروبات، واللي زادت ب 64.9% في شهر جوان مقارنة مع الشهر اللي قبل، كانت في حدود 58.9% زيادة في الأسعار بالنسبة للأغذية والمشروبات حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر. بالنسبة لأسعار مجموعة الحبوب والخبز كانت ب 58.9% على أساس سنوي، يعني كنقارنوا جوان 23 بجوان 22، الحبوب والخبز، المنتوجات نتاع الحبوب والخبز زادت ب 58.9%، في حين مجموعة اللحوم والدواجن زادت ب 92.1%. هنا نجمو نحكيو على تضاعف الأسعار كاريمو في سنة بالنسبة للحوم والدواجن. نبقى مع فئة غير بعيدة، نحكيو على مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية اللي زادت ب 83.6%. بالنسبة للألبان والجبن والبيض زادت ب 67%. نذكر نحكي على مصر ونسبة تضخم ب 36.8%. بالنسبة لأسعار مجموعة الزيوت والدهون زادت ب 31%، وبالنسبة للفاكهة زادت ب 36%. مجموعة الخضروات زادت ب 53.6%. مجموعة السكر والأغذية السكرية زادت ب 35.5%. مصر اللي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، أكثر من 12 مليون طن سنويا تستوردهم مصر، في حين كونه الاستهلاك المحلي سنويا يوصل ل 23 مليون طن، هذا حسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو. نذكروا كذلك اللي السبب الأول في الزيادة في نسب التضخم في مصر هو تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل خاصة الدولار وباقي العملات الرئيسية الأجنبية. نذكروا لمصر كانت شهدت أكثر من عملية تعويم للجنيه آخرها في مارس 2022، وقت اللي الجنيه خسر تقريبا 50% من قيمته، وهذا اللي أدى كونه التضخم يقفز إلى أعلى مستويات ليه. نذكر اللي الدولار حاليا في مستوى 30.9 جنيه في مصر، وهذا بفعل التراجع المتواصل في قيمة العملة المحلية المصرية. مصر اللي تنتظر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد فيما يخص 3 مليار دولار. صندوق النقد كان وافق على هذه التسهيلات في ديسمبر اللي فات، لكن المراجعة الأولى من قبل الصندوق تأخرت، ومازال فما غموض بشأن التزام القاهرة بالتعهدات اللي قدمتها، خاصة فيما يخص نظام صرف مرن لسعر صرف الجنيه. وهذا بطبيعة كنقولوا نظام صرف مرن معناها مزيد من الانحدار للجنيه المصري وما ينتج عنه من أثار تضخمية بالأساس. الرحلة باش تهزنا للولايات المتحدة، والخبر فيه جانب من الطرافة، لأنه في الأيام القليلة الماضية العالم قاعد يعيش على وقع موجة من السخط لإيلون ماسك، واحد من أكثر الشخصيات ثراء في العالم، وفي وقت من الأوقات كان هو الأكثر ثراء. سخط إيلون ماسك على صاحب ميتا، أو اللي نعرفه خاصة بفيسبوك، واللي هو مارك زوكربيرغ، واللي قاعد حاليا في الساعات والأيام الماضية يعرف فيه هجوم كبير جدا من إيلون ماسك. شنو السبب؟ السبب كونه ميتا ومارك زوكربيرغ كان خرج تطبيقة اللي هي اسمها ثريدز، تنافس بصفة مباشرة بنسبة 100% تويتر
اللي نذكره إيلون ماسك كان شراه منذ تقريبا عام أو أكثر، كان شراه بمبلغ كبير جدا بقيمة 44 مليار دولار. الثريدز اللي أطلقها بالتحديد في بداية شهر جوان، منذ خمسة أيام بالتحديد نهار 6 جوان 2023، مارك زوكربيرغ قاعد يحقق في أرقام كبيرة. في خمسة أيام عدد المستعملين وصل 100 مليون مستهلك أو 100 مليون يوزر، معناها 100 مليون مستخدم للتطبيق الجديدة اللي فيها كل الخصوصيات وكل الخدمات اللي قدمها تويتر. وبالتالي إيلون ماسك يلقى نفسه قدام منافس في حجم ميتا، في حجم مارك زوكربيرغ، وهذا اللي خلاه يهبط دي تويت على تويتر ويصف زوكربيرغ حتى بكونه ضعيف، ويصفه بعدة نعوت أخرى. داير التويت موجودين تنجموا تشوفوهم. زوك إز كوك، يقول إيلون ماسك في تدوينة هبطها في 9 جويلية. بالنسبة للثريدز قلت عنده في خمسة أيام 100 مليون مستخدم. في أول يوم لبعث التطبيق الجديدة ثريدز عرف تسجيل أرقام قياسية ب 20 مليون مستخدم فقط بعد 24 ساعة من إطلاق التطبيق. وخاصة كما ذكرت الابليكاسيون هذه، التطبيق هذه فيها تقريبا كل الخدمات اللي قدمها تويتر. وبالنظر إلى اللي قاعد يعمل فيه إيلون ماسك في تويتر، وخاصة تغيير عدة خدمات وجعلها بيانت، جعلها معناها مدفوعة الأجر مع الحد حتى من الاطلاع على دي تويت بالنسبة للمستخدمين، والحد في عدد التويت اللي تنجم تشوفهم وانت مكش مسجل بالشارة الزرقاء أو مكش قاعد تدفع في أموال بالنسبة لتويتر. هذا اللي خلى زوكربيرغ يدخل في السوق هذية، أو على الأقل في النيش متاع اللي كان يخدم فيها تويتر، ويصبح منافس جدي ومنافس خطير جدا لإيلون ماسك اللي نذكره مرة أخرى كان شراء تويتر بقيمة كبيرة برشا، 44 مليار دولار. اليوم يلقى روحه قدام منافس من الحجم الثقيل في شخص مارك زوكربيرغ. بطبيعة الحرب مؤهلة كوني تتواصل ما بين الزوز أغنياء أو زوز جبابرة الانترنت في العالم وفي الولايات المتحدة، ولو إلى حد الآن مارك زوكربيرغ لم يعلق ولم يجب إيلون ماسك ومخليه يعمل بهباله كما يقولوا في لغتنا التونسية. بحرب الجبابرة متاع الانترنت، ناس عندها برشا فلوس عندها الحق تنجم تعمل حملات كما تحب هي على بعضها. في الأخير احنا نتبعوا من بعيد ونشوفوا شكون من ثريدز وتويتر هو اللي باش يكون الغالب في المعركة هذه ما بين إيلون ماسك و صاحب تويتر، نحكيه على كذلك صاحب تسلا وسبيس إكس واللي هو إيلون ماسك، شخصية مثيرة للجدل عموما في السنوات الأخيرة. هكا نكون وصلنا لنهاية ليكو انترناسيونال، وبها نوصلوا لنهاية الإكسبريس لليوم. شكرا يوسف كان معنا في الإخراج، كان معنا في الديجيتال سليم بن عمار. تفرجوا فينا على امتداد اليوم على إكسبريس أف أم، على شان إكسبريس أف أم في يوتيوب. خليوا المكان لزينب الباصي بعد شوية في قراءة لسوق العملات في شانج فلاش شانج. احنا نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت، هذه الساعة للأربعة. وليد برحومة نحييكم، شكرا. أسامة الحكيري في الأعداد، مروان عاشوري كذلك كان معنا. نتقابلوا غدوة نفس الفريق في نفس التوقيت من هذه الساعة للأربعة على إكسبريس أف أم. باي باي.